بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا زال كلامنا حول أساليب وألاعيب العلمانيين في مخاطبة المستمعين وفي توصيل رسالتهم إلى غيرهم من الناس. وإن من ألاعيبهم التي تثير العجب والاستغراب هو أن العلمانيين يرفعون شعار الدفاع عن الأقليات، يرفعون شعار الدفاع عن الأقليات، ويعنون بهذه الأقليات بالدرجة الأولى المتواجدون من اليهود والنصارى في بلاد الإسلام. فهؤلاء هم الأقلية التي يجتهد ويجاهد ويتظاهر العلمانيون بالدفاع عنهم وعن حقوقهم. والغريب في الأمر أن العلمانية تعني اللادينية، أي معاداة الدين ونبذ الدين وعدم المصالحة مع الدين مهما كانت الظروف والأحوال. فهذه الدعوة وهذا الشعار الذي يرفعه العلمانيون من حق كل إنسان فاطن عاقل أن ينظر إليه من جميع جوانبه ليتكشف ويستنكه حقيقته. إذا كنتم أنتم أيها العلمانيون أول ما تعادون هو الدين وعلى رأسه الإسلام، فالعلمانيون لا يحبون الإسلام بل يكرهون الإسلام ويتظاهرون بذلك ويبدونه ولا يخفونه. فأول عدو للعلمانيين هو الإسلام بالخصوص، والدين والأديان كلها بالعموم. إذن كيف نفهم دفاع العلمانيين عن اليهود والنصارى في بلاد المسلمين وبين أصل العلمانية المعروف هو العداء لكل دين أو العداء لكل ما هو من الدين؟ قد يحار الإنسان في بعض الأحيان في تحليل وتفسير بعض الظواهر، إلا أن المتتبع والمخبر لأساليب العلمانيين قد يسهل عليه في بعض الأحيان أن يفهم مثل هذه الألاعيب. إذن أولا، هذه الدعوة لابد أن نبين ظروفها وخاصة في بلادنا المغرب. اليهود والنصارى في المغرب
يعيشون عيشة هنيئة وعيشة رغد وعيشة هناء وعيشة بدخ. فاليهود والنصارى هم أكثر الناس في هذا البلد تمتعا وحصولا على الحقوق. فاليهود والنصارى كما يعلم جميعنا لهم نفوذ سياسي، ولهم نفوذ اقتصادي، ولهم نفوذ اجتماعي. لا يشكون من ضيق ولا من مضايقة ولا من ملاحقة كما يشكو المتدينون في هذا البلد. لو قارنا حال المتدينين في هذا البلد فهم أفقر الناس، وهم أكثر الناس شبهة، المنعوت فيهم بأصابع الاتهام، بل قل إن شئت هم المتهمون حتى يظهروا براءتهم. على عكس اليهود والنصارى، الشركات الكبرى والمؤسسات والمصانع وغيرها من المشاريع الضخمة كلها في ملك اليهود والنصارى. وهؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى لم نسمع لهم صوتا في يوم من الأيام يظهرون فيه شكوى أنهم يعانون من مضايقات في ممارسة دينهم أو عبادتهم. إذن هذا هو الوضع، وهذه هي الظروف التي يعيشها اليهود والنصارى في بلاد المغرب. إذن لماذا يحمل العلمانيون شعار الدفاع عن اليهود وعن النصارى؟ وهنا لابد أن يستوحي الإنسان كثيرا من الأمور المتأصلة في المنظومة العلمانية لكي يفهم هذه الدعوة ويفهم التحمس لها. فمن ذلك أن العلمانيين إنما يفعلون ذلك لأنهم أصحاب شر وفتنة، وكلما رأوا بلدا يتعايش فيه اليهود والنصارى والمسلمون تعايشا سلميا، لا يؤذي هذا ولا يعتدي هذا على هذا، فالعلمانيون لا يعجبهم هذا الوضع، فلا بد أن تتقلقل الأوضاع، ولا بد أن تشحن وتتكهرب حتى يستطيعوا أن يظفروا بما يحلمون به. فهم دعاة الفتنة ودعاة الفرقة ودعاة الشر، فيقصدون من وراء هذه الشعارات الدفاع عن الأقليات، يقصدون أول ما يقصدون إحداث الفتنة والبلبلة والشغب في بلاد المسلمين بهؤلاء الناس. الأمر الثاني الذي قد يبدو وجيها أيضا في سبب رفع هذا الشعار هو أن العلمانيين لا انتماء لهم، العلمانيون لا انتماء لهم، فإذا كانوا في وطن القوة فيه لليهود فهم مع اليهود، وقل إن شئت فهم يهود، وإن كانوا في وطن القوة فيه للنصارى فهم نصارى، وإن كانوا في وطن القوة فيه للبوذيين والمجوسيين
فهم بوذيون ومجوسيون. إذن العلمانيون لا انتماء لهم، انتماؤهم حيث توجد القوة، فهم يرمون من هذا إلى أن يستقووا باليهود والنصارى الموجودين في بلاد المسلمين، حتى لا يبقى العلمانيون وحدهم في الساحة وهم يواجهون ما يسمونه بالتهديد والخطر الإسلامي، فحتى يكثروا من سوادهم ويظهروا للناس على أنهم كثيرون جدا وأنهم شريحة عريضة لا يمكن الاستهانة بها، فإنهم يستقوون ويتكثرون بالأقليات الموجودة في بلاد المسلمين. الأمر الثالث وهو أن العلمانيين يرون دائما بأن الإسلام يشكل مصدرا من مصادر التهديد، فهم غير مطمئنين وغير مرتاحين أن يروا أن الإسلام على الأقل على مستوى الشعوب أن الإسلام حاضر بقوة. ولمواجهة المجتمع المسلم فالعلمانيون لا يستطيعون، إذن فهم يستدعون ويستقوون بالخارج ليتدخل هذا الخارج في بلاد المسلمين، ونحن نعلم أن التدخل إما أن يكون من طرف اليهود وإما أن يكون من طرف النصارى أو منهما معا، فكلاهما يتدخلون في بلاد المسلمين. فالعلمانيون يريدون من وراء رفع هذا الشعار أن يتدخل اليهود الأمريكان واليهود الأوروبيون والنصارى الأمريكان والنصارى الأوروبيون وغيرهم أن يتدخلوا في بلاد المسلمين لحماية من يقولون بأنهم أقلية محرومة من حقوقها وأقلية مستضعفة، كذبا وزورا لإدخال الأجنبي إلى بلاد المسلمين حتى يتولى مهمة قهر واستضعاف ومحو الوجود الإسلامي، ليعتلي بعد ذلك العلمانيون الكراسي على أشلاء وعلى ظهور المسلمين. الأمر الآخر الذي يدفع العلمانيين إلى رفع هذا الشعار هو أن العلمانيين يسعون دائما إلى كسب الحظوة لدى الأغنياء ولدى أصحاب الوجاهة ولدى أصحاب القوة المادية والمعنوية، فبما أن اليهود والنصارى يملكون هذه القوة في بلادنا فالعلمانيون يتمسحون بقضيتهم وإن لم تكن هناك قضية، ويتعلقون بأهدابها حتى يرضى عنهم هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى، حتى يصفقوا لهم ويرضوا عنهم ويباركوا ما يقومون به في بلاد المسلمين من الحرب على الإسلام. ولذلك تجد العلاقة حميمة بين العلمانيين وبين اليهود وبين النصارى، لأنهم يملكون أسباب القوة التي يقهرون بها المسلمين باسم الديمقراطية وباسم نشر الأمن
وباسم مكافحة الإرهاب. وهكذا يتحقق للعلمانيين ما يريدون دون أن يخسروا من أنفسهم ولا درهما واحدا ولا من أرواحهم ولا نفسا واحدة. إذن هذه هي الدوافع التي تدفع العلمانيين إلى أن يرفعوا شعار الدفاع عن اليهود والنصارى في الوقت الذي يرفعون فيه ويسلون فيه سيوف الحرب على الإسلام والمسلمين. فأي تناقض هذا؟ وأية عقيدة هذه التي تدفع أصحابها إلى أن يجيدوا سياسة النفاق؟ قلت هذا ليعلم المسلمون ممن لا يعلم منهم هؤلاء الناس ويعرفوهم على حقيقتهم، وأنهم أعداء الإسلام والمسلمين وأصدقاء النصارى واليهود والمجوس. وأسأل الله عز وجل أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أن يطفئها، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يكفي الإسلام والمسلمين شرهم بما شاء وكيف شاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.